مساء الخير نغم، تحية ليك وتحية للضيف الكريم اللي راه منور معاك اليوم البلاتو. جمهورنا الكريم مساء الخير، مساءكم زاهي باهي من وهران الباهية. ضيوفي اليوم هم فنانين جزائريين، كل منه طريقته في الغناء، ولكنهم اجتمعوا في نقطة واحدة واللي هو حب هذا الوطن. منا يوسف مساء الخير. حاجة أولى السلام عليكم. عليكم السلام. نشكركم على الاستضافة. صافي كون في زرنا في حصة المحطات اللي نبوها بزاف. الله يخليك، شكرا لتلبية الدعوة. الله يسلمك سي. الله يخليك. شاب عادل مساء النور، أهلا وسهلا. مساء النور أخت فاطمة، نشكركم على تلبية الدعوة. شكرا، احنا اللي نشكرك لتلبية الدعوة. الجمهور اللي متواجد خلف الشاشة ويعطيكم الصحة. الله يخليكم. قبل ما نبداو معاكم اليوم، رانا محضرين للجمهور الجزائري فريق برنامج محطات اللي دائما يحضر لكم من ارشيف تلفزيون الجزائري لقطات او سكتشات. اليوم راح يكون معنا سكتش او لقطات فكاهية للفنان مصطفى غزان ابن هذه المحطة، نتابع معا. تبارك الله عليكم بور لا دوزيام فوا. دروكا وليداتي رحنا كي شغل اون فامي. انا الهم اللي جابني اليوم الهم تاع الدريه، ولاد الدراري وربيهم وكبرهم ويخرجوا لك عتشه. انا راه طالع لي في الصحه عندي حاول دير محمعني، يا غير نهدر معاه نحرك. يا بيك انا اللي كنت بواك، وكنت نعطيك الحليب تاع الدقري، وكنت نعطيك البيض تاع الدجاج. قالت لي وقلين ما خبش لك مطلوع، وقلين ما درت لك ملوي، وقلين ما درت لك بغرير، ما راكش كاع عاقله عليا. حي حي على الطماع، الطماع يغلبوا الكذاب، واللي حبوا ربي يدير هنا في بلاده ما يديروش في بلاد الناس. وشكرا، بارك الله فيكم. إذا مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه لقطات فكاهية للفنان مصطفى غزان أو المعروف بخالتي زازا، اللي أجرى مؤخرا عملية جراحية نتمنوا له الشفاء العاجل يا ربي، وإن شاء الله يرجع ونشوفوه أمامنا مجددا. آمين. آمين يا ربي. عادل مساء الخير مرة أخرى. مساء الخير. نورتنا. الله يسلمك. عادل، خلينا نقول أنه البداية تاعك كانت بداية شرقية. بديت بالشرقية. بالأغاني الشرقية. ولكن ما شاء الله لاحظنا أنه تملك خامة صوت قوية اللي خلاتك تغني جل الطبع، ولكنك ركزت على الراي. ركزت. لماذا الراي بالتحديد؟ هل لأنك ابن هذه المنطقة؟ لا، ابن هذه المنطقة. وحنا الراي تاعنا زعما تاع بكري، مشيت هذا الوقت شوية شوية. مش هو لنقي باش نوصلوا صح الكلمات. كلمات ماشي كيما. طيب حدثنا على البدايات قليلا، كيفاش اكتشفت عندك هذا الميول الى الغناء؟ من صغري كأي فنان بديت مولا 11 عام. الله يبارك. الى يومنا هذا كنت نغني شرقي، درت طبوع بزاف، شرقي مغربي، رحت للشعبي العاصمي بزاف. ومن بعد قلت في 93 94 رحت للراي. شكون اللي سمعك اول مره؟ شكون اللي شجعك حفزك على الغناء؟ كاين بزاف، كاين واحد صافي لونطون خو مصطفى هيمون عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن هو اللي اكتشفني في واحد العرس. قال لي نديك معايا، ومن تما بدات بدايه. وواحد سموه سبارتا الله يرحمه، كان فنان كبير، ما يعرفوه كاع تواني يعرفوه. راه توفى الله يرحمه، عنده عام ونص الله يرحمه، مسكين من حيث مات. تما من تما دينا شويه شويه ولليوم ان شاء الله، وان شاء الله تواصل. راح نرجع لك عادل. يوسف مساء الخير، نورتني مره اخرى. نورتي، بارك الله. الله يخليك. دائما رانا نحكوا على البدايات. بدايه يوسف كيفاش كانت واكتشف نفسه عنده ميول الى الغناء والفن؟ انا كنت نسمع الراب، كان يعجبني. مي في 2008 درنا جروب في انتي موشنت، وبدينا نخدموا بشويه بشويه، حتى دخلت لقيت روحي مع زعافري قرطي بالعباس، ودخلنا في كما قال احترافيه، دخلنا في غاب بروفيسيونيل. طيب راك متذكر نفسك لما وقفت اول مره على خشبه المسرح وغنيت امام الجمهور؟ اوني عاقل. كان عندنا كان تخوف تردد؟ لا، ما كانش عندي كاع ستريس. كنا في 2012 كان موسم استياف اللي في شاطئ رشقون في بني صاف، ولي زعما ما كان شغل الراب ما كانش في عينتي موشنت. بروبوزاو عليا بلي تقعد تخدم، قلت لهم واه. وكي خدمت كان زعما رد جمهور زعما كبير،
شغل فرحوا بالراب تاعنا، شغل احنا عندنا راب كونسيون راب نقي، ومن ثم زعما درنا المسيره تاعنا. لما وقفت اول مره وشفت خلينا نقول رده فعل الجمهور، واش هو كان الاحساس تاعك انا ذاك هذيك اللحظه انه اول مره توقف امام جمهور وتغني خلينا نقولوا بطريقه رسميه واحترافيه، يعني ماهيش كيما مثلا نقلني امام الوالد الاهل الوالده، لما تقف امام ناس غرب عليك وتشوف رده فعلهم انه ايجابيه، كيفاش كان الاحساس تاعك ذاك الوقت؟ تما شغل تقول ريزيلت تاع الخدمه تاعك، باسكو الشعب ولا اللي يستمع هو اللي يبين لك اسكو انت زعما مليح ولا ماشي مليح. زعما كان تفاعل مليح، زعما مام كانوا من الجاليه الجزائريه زعما تاع فرنسا كانوا تما في الشاطئ، زعما جاو درنا لي فوتو زعما يعني زهيت لهم الدعوه. اه زعما شغل حاجه مليحه، خدمنا حاجه زعما مليحه. الله يبارك. رجع لك عادل، مؤخرا اصدرت اغنيه بعنوان الحرقه، حدثنا على انها هي حديث ساعه هذه القضيه، ولكن انت خلينا نقول لعبت على الوتر الحساس لما قلت يا لميمه وشفنا يعني الاحساس، خلينا نقول هذه القضيه لما ترجمها الى احساس وتعطيها احساسك وتغنيها ماهيش كيما نفس لما نشوفوها يعني ونسمعوا عليها. صفنا يعني هذا هي الاولى، قبل ما نجبد على الحرقه نجبد على الام. بالام باسكو الام هي اللي تنحرق الاولى قبل ما ينحرق ولدها. صح، هذا الاحساس اللي يكون عند اي واحد حرق ولا باغي يحرق ولا انا تبالي كيما هكا، باسكو غير ولدها يحرق منا بلا ما يقولها ولا هنا. انا حاسنين الظروف اللي رانا عايشينها بصح راني تتسقم الحمد لله يا ربي. مش ولا قبل ما يحرق الانسان هذا السيد اللي بيحرق يدير في راسه باللي غادي يخلي ام غادي تنحرق موراه قبل ما يوصل هو. صح، وعلاش هذه تحرق امك انت؟ وراه الاحساس اللي عندك الا تقبل امك من موراك تضرب شهرين ويقولوا لك امك توفات، هذه تتبغيها؟ صح، بشويه بشويه وتسقم الامور وهذه ان شاء الله. ان شاء الله بكم انتم برسائلكم ان شاء الله. ان شاء الله بربي تكون رساله ان شاء الله وبلادنا مليحه. ما صح صحيح ما اكيد اكيد ما كاش كنا نعرفوا كنا نمشوها وصحيح اكيد لا مكان هو جنه، الجنه هي بلادنا. ما يهمش متى نصل، ولكن يجب ان تبقى دائما ديك الرغبه وديك خلينا نقولوا الاراده للوصول لعادل. صحيح، هي المشكله ما يعرفش كاين مور 6 كيلومتر في البحر ما يقدش يعرف. صح، هو يسمع على الهضره منا 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 نروح وندير وما يشوف غير هذيك. صح، هو حسب منا لاسبانيا ياخذ فقط الصوره الايجابيه للمكان الاخر، بصح من بعد كي يخرج منا هي المشكله. صح، هذه كي يخرج منا يضرب 6 كيلومتر كي تدرك وهران ولا تدرك عنابه ولا تدرك اي ولايه. صح، تما عاد ولي يقول انا شداني يضرب. صح، هما يقولوا ان شاء الله غير هنايا والواحد يدير القلب. غير الواحد ويدير القلب، ولا تكتب لك ربي تعيش في بلاد واحد اخرى تعيش تعيش رجله ما فيها والو. احنا ما قلناش ارض ربي كاع ترحم. صحيح اكيد. يوسف خلينا نقولوا انا اهتميت بالاغنيه الشبابيه عندك، يعني ما تغنيش فقط الراي ولكن كما قلت لي في البدايه الراب حتى اللغات. ايه تغني اكثر من طابع. صح، راه عندنا بروجي باش نديروا البوم فرونسي بصح مازال شويه. طيب حدثني على الكليب اللي اصدرته مؤخرا ماما الجيريا، فكره الكليب وهي من البوم ما خصنيش ازعاج. هذا هو الالبوم. ما خصناش ازعاج. ايه حدثنا على هذا الالبوم. بون هذا الالبوم خدمناه عند زعف ريكورد اللي كان خدمناه جلوبالمون فيها غنى على الام غنى على اليتيم غنى على الجزائر غنى على صوالح سوسيال. هو ماما الجيريا كانت زعما حاجه سبيسيال باسكو علاه؟ باسكو حنا لي رابور زعما كنهضرها بصفه عامه يعاملونا شغل حنا ماشي وطنيين. زعما كي تقول حنا راب ولا زعما كيقول لك لا رابي. لكن انت حاولت انه تدخل الحب الوطن في على هذا الطابع. احنا نبغوا الجزائر، احنا نبغوا الوطن تاعنا. نبغوا الجزائر نبغوا الوطن تاعنا اكيد. هذا لا شك كل حد بلاده اكيد. ما كانش اي واحد ديجا ما كانش جزائري هو اللي يبغي بلاده بزاف، تروحي بارتو اي صح. في اي مناسبه تلاقي جان درايف درابو تاعه تاع الجيري ويبين بلاده. صحيح احنا صحيح. احنا نبغوا بلادنا. ودرنا كان عندنا ليدي ماما الجيريا اللي كان ستيل تاعها ريغي. درنا كليب مع يوسف ومع هواري سكيم اللي يخدم مونتاج. شغل صورنا الجيري كاع من الفوق بالدرون. وكان تفاعل الناس كي زعما شافتها عجبهم. ما خلوش المشاهد يتشوق كثير ويروح يشوف ماما الجيريا بصوت يوسف مناي. Ha 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 ha.
نبغيك غير انت، باغي نفهم لا نخمم فيك غير انت. قاع قالوا لي راكي سعرتني، لو كان شافوك قاع يحسنوا عوني. باسكو انت شابة بزاف 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 ملافني، عليك انا انخاف 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 كي نتوحش وحد نولي نرجع. فعدينك بزاف جامي طيحوك في المندف، الفو تعرف مشي غار دي ليك كنت انا نبغي ماما الجيريا، مشي غار دي ليك كنت نخمم غير فيه ماما الجيريا، حسني عوني ليك كنت نغير عليك قلبي نعطيك 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 روحي نفديك. I love my mama 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 ونعشق في ماما 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 ونموت على ماما 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 الجيريا، قلبي نعطيك روحي نفديك. جبتي نبغيك وانتي عندك تاريخ، جبتي ريشه تالي فيهم شيخ، على جالك انت قادر نوصل لبعيد، دروها قبلي مليون ونص شاهي. كي جبتي الامير عبد القادر جبتي زعبان، كي جبتي العربي بن مهيدي جبتي بوامان، كي جبتي علي لابوان جبتي حاسيبا. انت لي فيك الجبل فيك البحر فيك الصحراء، مشي غار دي ليك كنت انا نبغي ماما الجيريا، مشي غار دي ليك كنت نخمم غير فيه ماما الجيريا، حسني عوني ليك كنت نغير عليك قلبي نعطيك 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 روحي نفديك. I love my mama 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 ونعشق في ماما 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 ونموت على ماما 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 الجيريا، قلبي نعطيك روحي نفديك. I love my mama 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 mama. يعطيك الصحة يوسف. الله يسلمك. يعني خلينا نقولوا اديتنا في تحويصة للجزائر. باسكو بلادنا شابة بزاف، اللي قلنا نقيموا البلايص اللي فيها. صح. خلينا نقولوا هذا الكليب حطيته على اليوتيوب صح؟ في رأيك أنت كونك اليوم فنان، هل مواقع التواصل الاجتماعي تخدم الفن والفنان في الترويج للكليبات أو الأغنية لما تكون جديدة؟ مثلا ماما ألجيريا لاحظنا أنها عندها يعني لما بديت أنا طلعتها وقريت التعليقات لقيت تعليقات إيجابية، شكرا أنك ضربت لنا تحويسة. أنه يعني في رأيك إلى أي مدى يمكن للمواقع التواصل الاجتماعي اليوم أنها تخدم الفنان والفن؟ هي تقدر تعطي كما نقولوا كوتبوس كبير. شو رأيك اللي باج كلي باج اللي تمد لهم زعما كليب تمدوا لك تمد لهم كليب هما يبارطاجوه. شغلنا احنا قاعده في الديبار، شغل ما رانا قاعده حبه حبه نطلع. صح. لما بديت تقرا في التعليقات لما نشرت الكليب وشفت قريت التعليقات كيفاش كانت ردت الفعل تاعك؟ صافي بليزير، شغل ما كانش واحد هضرنا هضره ماشي شابه ولا شغل كنت راه واحد كتب لي نعقل عليه كومونتير قال لي جزائري وافتخر. صافي بليزير زعما باسكو على زعما حنايا حنا ستيل تاعنا شغل كيما نقولوا ما نروحوش غير المشاكل. ايه صح. كيفاه ما نروحوش غير المرض ما نبو الدواء. وهذا هو خلينا نقولوا هذا هو دور الفن انه كيما نقولوا يعالج المواضيع. يعالج المواضيع مثل ما تعالجت قضيه الحرقه وانت على بالك. يلاه كاين لا ديفيرونس بين لارتيست والطبيب. الطبيب لا غلط زعما في مرض ولا قادر يقتل غير مرض واحد ولا يدير له حاجه، بصح لارتيست قادر يدي معاه جيل. صح. بالكلمه تاعها ان شاء الله تكونوا ان شاء الله تكون حاجه خالف الى اللي خير يسالف ان شاء الله. اختي نتمنوا باسكو احنا انا جان وشاب يسمعوني باسكو جان ماما احنا خدمنا هاد الصوالح مجيبنا. الله يبارك ان شاء الله ربي يوفق يا رب. عادل بسرعه الجديد اللي راك تحضر في هاد السنه. هذه اللي خدمناها خدمتها مع كمال غازي والالبوم السينجل الجاي مع الصديق الشنوي.
هذا جديد نورمالمون دي سي غدوه ولا ما غد ان شاء الله يخرج في السوق ان شاء الله. الله يوفقك. طيب سؤال اخير، خلينا نقولوا الفنان لما يبدا في طبع معين ويبدا بمثل الراي او الشرقي، هل راح يتحكم فيهم مستقبلا او يمكن يغير ويخاف كذلك الى غير يخسر جمهوره؟ خلينا نقولوا هذه نصيحه للشباب اللي حاب يدخل للميدان الفني. هي تشوف انت تو دي بون شارك تحط شك تقول على حسب الشعب الشعبيه اللي تبغيك، وين مالت معك الشعب كمل معاهم، شتر نقص في الشعبيه رد غير تنجم تبدل. بصح لو كان تقص لك الشعبيه تسمى انت راح لك لي فان يبداو يروحوا لك، عاود ولي الطبع تاعك الاول وصاي، وماذا بك تزيد تطور من نفسك وتشوف نفسك وين انت تقدر تمد اكثر. طيب خلينا نقولوا الاغنيه الوهرانيه ارث خلوه لنا فنانين الكبار، اليوم انتو كشباب فنانين جايين، كيف في رايك تقدر تحافظ عليه وتورثه للجيل الجاي؟ هي الكلمه الطيبه هي كل شيء. هي بتخلي لي فان تاعك والشعبيه تاعك تقعد، ستيل تاعك نقيه، كي مادام يتنقى ويدخل للديار كيما هذاك هو هذاك هو صح، تعرف روحك باللي راك راهم يتابعوا فيك ناس. ما نخرجوش على وانا مبكري نغني حاجه نقيه، ما عنديش حاجه اللي خلينا نقولوا انه الفنان هو سفير، الفنان هو سفير الاغنيه، تدخل للديار تروح تخرج على برا، كاين الناس راهم تاكسيات راهم يدخلوا للديار، الاغاني تاعنا راهم نسيو نحسنوا. طيب نفس السؤال اللي كنت يوسف، كوكب شباب ما شاء الله رايحين خلينا نقولوا تفدوا هذه الشعله وتكملوها ان شاء الله. كيفاش يمكن ليك انت كشباب فنان انك تحافظ على هذا الموروث الفني الجزائري، سواء الراب سواء خلينا نقولوا الوهراني اي طابع؟ اي كل يكون عندنا لي ميساج بوزيتيف، وكما قال اخ استاذ عادل زعما يكون الغناء نقي يسمعه صغير وكبير، وكما يدخل للديار شغل هذه الصوره يقيموا الفنان، باسكو الفنان كما قلت لي سفير ويكون زعما كي ما يمد يمد حاجه تعرف روحك وراك واصل في المستوى تاعك الفني هذه هي. طيب عادل، احنا لما قلنا اليوم راح عندنا ضيف شاب عادل، الناس قالنا حابين نسمعوه، لو كان تعطينا مقطع صغير بصوتك تطربنا. ماكاش مشكل، انا نسمع جورج واسوف بزاف. يلا تفضل اعطينا مقطع. جورج واسوف نبغي كاع العالم العربي، بصح جورج واسوف بريفير. يلا تفضل اعطينا مقطع. نقول هذه الاغنيه لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، اصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. ولسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، اصلي بحب الخير لحبيبي وبتمناه للغير. او انت حبيبي مرة بتقسى ومرة بتنسى ومرة بتنسى، ليه بتخاف من بكرة؟ ده لسه الطير بيطير، ولسه الطير بيطير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير يا حبيبي. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة. لما بديت غنيت أول مرة وغنيت جورج واسوف، بديت بجورج واسوف، لما سمعوك أول مرة واش كانوا يقولوا لك؟ هما كانوا يقولوا لي جورج واسوف الجزائر. جورج واسوف الجزائر. ماري عندي في من مصر كتبوها، بعثنا واحد الجورناليست مصريين كي راحوا ليه بعثوا لي تهلاو لنا في جورج واسوف الجزائري هنا في الجزائر. ان شاء الله بصار وقال لك لما قلت لنا الدنيا خير نتمنى لك احنا لا احنا نبغي غير الخير ما نبغوش. الله يخليك الله يخليك. طيب عادل خلينا نقولوا مثل ما حكيت مع يوسف انه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بدات تلعب دور كبير في الترويج للفن والاغنيه ولاي فنان لما يعمل البوم او اغنيه، في رايك انت الى اي مدى يمكنها اليوم انها تخدم الفن والفنان؟ هي تخدم الفنان، تخدم الفنان في البوزيتيف. هي ماذا بيا انا نشوف اليوم، شوف انا 2 مليون غدا نشوف 3 مليون، هذه كانت تساعدني ترفدني للعالميه. هذه هو هذاك ما يحوس الفنان. طيب هل نجاح الاغنيه اليوم، هذا السؤال راح يكون مشاهد ليكم الاثنين، هل نجاح الاغنيه اليوم راح يعتمد على نسبه المشاهده؟ اذا كانت نسبه المشاهده عاليه فمعنى انه هذا الاغنيه او هذا الكليب نجح. هي نسبة المشاهدة لا يلا هو كل واحد عنده رأي فيكم. لا لا ما غادي نهضر هنا غادي بالك خليك تفضل انت اعطيني رأيك، باسكو هذا اللي يشوف خطرة الفيو يشوفها غير خطرة. إلا كيعاود يشوفها 4-5 فوا حتى لدي فوا، أنا نعرف باللي راني
رانا في التواصل معاه. بصح لو كان يشوفها غير خطره وما يعاودش يشوفها انا بور موا ما درنا والو. راك فاهمه؟ ايه صح. فهمتيني ولا فهمتيني؟ فهمتك. هذه هي نورمالمون كيما الفيو يعاونك. يعاونك العالميه العالم العربي وكاع يوصلك. دي شونتور في العالم العربي كيسمعك كي يبغي يدير معك ان ديو. ان شاء الله غير. تزيد الشعبيه تاعك هذا هو. يعني انت تقول انه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حتى نسبة المشاهده تساعد الفنان. يساعده بالقوه كاع. يوسف. لا مدى بينا يكون الجمهور يعرف يسمع ويعرف يختار الفنان. هذه هي. باسكو الاستاذ عادل. صافي غرون بليزير غنى على المباشر بالصوت تاعه بدون اله بدون اي حاجه بدون روبوتيك. الله يوفقك. انا نشوف واحد اخرين زعما نكذبش على واحد يهضر لي شنو زعما احنا باغيين الفنان اللي يكون عنده لا كاباسيتي يكون عنده الطاقه تاعه يتفرجوا ويزيدوا يزيدوا يطلعوه باسكو على غادي ما دام طلع الفنان يطلع بلادك. صح اكيد مثل ما قلنا في البدايه الفنان هو سفير بلده سفير الكلمه النقيه. شكرا لكم يوسف. كلمه اخيره واش تقدر تقول لنا؟ كلمه اخيره زعما نشكركم على الاستضافه ثاني. الله يخليك. احنا نشكرك ونتمنوا ان شاء الله بلادنا تكون ديما الفوق وكما قال الفنان تاعنا ماذا بينا يخدموا صوالح بوزيتيف وزيدوا زعمك ما يخدموش غير ان شاء الله باذن الله يا ربي. عدل واش تقول لك كلمه ختاميه؟ الاخت فاطمه نشكرك انت ونشكر على وجهك والفنان اخي يوسف راه طالع جديد بصح على بالي المستقبل تاعه ان شاء الله يكون ان شاء الله يا رب يمكن نشوفوا ديو بيناتكم لما لا هضرناها درتوها. يلا بالتوفيق. الله يوفقكم يا رب. شكرا استمتعنا معكم. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. نتمنى لكم مشاهده طيبه مع بقيه برامج مجموعه قنوات التلفزيون الجزائري. الى اللقاء.